تحتاج إلى مراجعة يعني إدارة من إدارات الدولة أو مستشفى مثلا. فيثيرك بعض أو أحد العاملين أو المسؤولين بأسلوب فيه يعني أسلوب غير مناسب، إما لأنك تأخرت مثلا في الموعد أو أن أوراقك يعني الثبوتية غير كافية أو ناقصة، فيسيء إليك بكلام أو يرد عليك بأسلوب غير مناسب فتغضب، فترد عليه بكلام فيه نوع من الشدة وربما التهديد بأن تشكوه إلى المسؤولين، وأنت تعلم أو لا تعلم بأنك سترجع إليه حتما لحاجتك إلى هذه المراجعات وإلى هذه المؤسسات. ولذلك ليس من المعقول أن تسيء إلى هذا الإنسان وأنت محتاج إليه. يعني هذه صورة في المثال، ولها في حياتنا أخوات من هذا النوع من المعاملة.